كفر بالله حصلوا بنا قصور جمعتم جمعتم محتاج هنا هنا كنشكروا موقع ديال صافي جود الشكر الجزيل للمواكبة ديالو الحضور ديالو الوازن لتتبع هذه التظاهرة المتفردة على الصعيد الوطني باعتبار هذا المشروع يأتي في إطار إعادة الاعتبار للمسرح. فنحن كجمعية درامانيت أو فرقة درامانيت حاولنا أن نخرج بالمسرح من الساحات من القاعات الإسمنتية إلى الساحات العمومية. وهذا العام راه كاين 12 فرقة من احياء 12 حي من احياء مدينه اسافي. انا شاركت في هذه المسابقه، هي اول تجربه ليا، هو الاخراج احمد مساعد، وانا عجبني الجو بزاف وكنت انا مشاركه في هذه المسرحيه. هو مسرح الحي اول لي تجربه وعجبني بزاف، وكاع الجمهور كان داكشي كان زوين، وفرحانه انا بزاف مع الاخراج احمد مساعد، هو المخرج ديالنا، وكنتمنى التوفيق لينا والتوفيق كاع اللي شاركين في هذه المسابقه وحد سعيد. المشاركه ديالي كانت دائما فرقه نوارس محيط، وبالخصوص مع مجموعه ديال حي وريضه، حي ديال حي وريضه، كانت تجربه في المستوى، في حين ان المهرجان في المستوى يعني كيشجع الشباب انهم يعطيو في الطاقه ديالهم ويبرزوا الطاقات والمواهب اللي عندهم وما يمشيوش للانحراف. يعني هاد المهرجانات يعني مزيانه، يعني كتشجع الشباب انهم يزيدوا يبدعوا في المجال الفني. السنه هي الاول مره وكنشاركوا بتمثيل، كنمثل انا حي طرف الصيني اللي هو من اعرق الاحياء في مدينه اسفي، وكنشارك بواحد العمل المسرحي اللي العنوان ديالو هو ضمصه مخدومه، اللي كنشارك فيها مع الابناء ديالي اللي هو محمد امين وادم اللي هما اطفال صغار. هذه المسرحيه كتعالج واحد القضايا مهمه في المجتمع ديالنا، وهو الهدر المدرسي وكذلك العنف الاسري واهمال الاسره، مجموعه من القضايا اللي في المجتمع. وهذا هو الدور ديال المسرح. والجميل في هذه التظاهره الفرجويه يعني فريده من نوعها اللي كتنفرد بها مدينه اسفي عن باقي المدن المغربيه، انها هبطت المسرح الى الشارع. في البدايه أوجه التحيه كبيره من القلب الخالص لمجموعه درامانيت، لجمعيه درامانيت، تقدمت هذه التظاهره وهي التظاهره الثالثه للفن المسرحي، المسرح في الشارع، إذا ما نقولوش المسرح في الحلقه. وهذه التظاهره هي تظاهره فريده من نوعها بعد الممارسه الطويله اللي كانت في الميدان الثقافي المسرحي اكثر من 50 سنه. مارست هذا اول مره دخلت لهذه التجربه بطاقات شابه، وانا الان مع اصدقائي ومع اخواني اللي قدمت هذا العرض المسرحي، كانت من ادائي واخراجي لشباب حي وامثل حي وريضه. فتحيه لهم، تحيه لجمعيه درامانيت، تحيه للحركه المسرحيه، تحيه لجميع من يقوم بهذه التظاهره، تحيه لهم من اعماق قلبي واستمراريه الطاوله ان شاء الله. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.